سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. معاني المفردات: يكذب بالدين، يكذب بيوم القيامة، يدع اليتيم، يدفعه بقسوة، الماعون، أدوات المطبخ وما شابه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.